أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الحرية للأخبار الحصرية. رجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وشكرا. أكد سمير ديلو خلال مؤتمر صحفي نظمته ما يسمى جبهة الخلاص صباح اليوم الأربعاء أن نور الدين البحيري يرقد حاليا في قسم الإنعاش، وذلك بعد أن أذنت طبيبة السجن بنقله إلى المستشفى بسبب تعكر حالته الصحية. ويذكر أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس كان قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق نور الدين البحيري، وذلك من أجل تهم تعلقت بالاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة. وجاء قرار إيداع نور الدين البحيري السجن على خلفية تصريح أدلى به في تحرك نظمته ما يسمى جبهة الخلاص يوم 8 من الشهر الفارط بضاحية لمنيهلة، وفق ما أفاد به عضو هيئة الدفاع عن البحيري المحامي سمير ديلو في تصريح لموزايك. شكراً على حسن المتابعة وإلى اللقاء. لا تنسوا ضغط زر الإعجاب وترك تعليقاتكم.